أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مع مطلع فجر يوم جديد من أيام الشهر الكريم شهر رمضان، يطل علينا مشرقا هذا اليوم العاشر من رمضان، حاملا إلى نفوسنا جميعا ذكرى غالية على المسلمين في شتى بقاع الأرض، حاملا ذكرى النصر. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش الدقائق التالية مع الابتهالات حتى يحين موعد أذان الفجر، حيث نبدأ صوم يوم جديد من أيام الشهر المبارك. نتوجه إلى الله تعالى أن يجعل صيامنا متقبلا، أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نعيش مع هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري. هو
وهو بكل شيء وحسن لقاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم يا يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضايا واسع الكرم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا والطف بنا والطف بنا يا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وارفع عنا ما نزل بنا يا
إلهي ذكرك في فمي وكياني
وعالها وعالها وعالما بالغيب يا غافرا كل الذنوب وساترا كل العيوب يا غافرا كل وساترا كل العيوب وساترا كل العيوب وما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الساحة المباركة، ساحة المسجد الحسيني، رفع لأذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ إسماعيل السمكري، ويقام الآن لصلاة الفجر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.